مرة جديدة إلى ميدان الملك عبد العزيز، ولكن هاي المرة إلى الحفل 32. خلينا نكمل يا ليو. ليو بتدلع علينا وشكلك بردان أنت كثير. الحفل 32 كانت أشواطه أيضا حماسية، 10 أشواط. الجائزة كانت كثير عالية، كانت 250 ألف ريال سعودي، كانت على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، واللي فاز بهذا الكأس والجائزة هو الجواد الأحيب. في يوم الوفاء وبأجواء فروسية باردة وجميلة احتضن ميدان الملك عبد العزيز في هذا الحفل 32 سباقات الخيل على كأس الوفاء، حيث دخلت الاسطبلات المشاركة بأفضل ما لديها سعيا لنيل شرف الفوز. طبعا الكأس هذا عزيز على كثير من أهل الخيل، بالذات الاسطبلات الكبيرة اللي تنافس فيه كل سنة وتحاول تبذل كل ما عندها عشان تحصل على أحد الكؤوس المهمة هذا الموسم. وأتوقع الشوط يعني بناء على الأسماء المسجلة هو ينقسم بين الاسطبل الأبيض والاسطبل الأحمر، هم يمكن أكثر المرشحين، والشوط هذا يلعب فيه تكتيك الجياد لكل اسطبل، دور مهم جدا في تمهيد الطريق أو تمهيد الشعبة للخيل المرشحة. الاسطبل الأحمر أتوقع قادر جدا أنه اليوم ياخذ الكاس، ممكن الجواد الشملي مرشح كبير. الاسطبل الأبيض هم مسجلين كافلة على مسافة 2000 فرس بطلة وقد كسبت على 2000، لكن اليوم تنحك مع خيل قوية، خيل أبطال، خيل عندها خبرة، قد يكون تحدي كبير لها، وأنا كنت أتوقع أنهم يسحبون الفرس هذه وتدخل الخيل الاحتياط، لكن إن كانها شاركت احتمالية كبيرة أنها بتعاني اليوم. لكن ممكن الجياد مرشح الاسطبل الأبيض، عندك النجم الفايز وعندك متوالي في حال دخل هو احتياط والشملي، وأتوقع قد يكون مفاجأة من اسطبل الموسى، الجواد متاع قدم مستويات كبيرة جداً، والمفاجآت برا الأسامي هذه غير واردة. في الشوط الأول وعلى مسافة 1400 متر استطاعت الفرس محبوبة حمدان بعمر السنتين من الإنتاج المحلي والعائدة ملكيتها لفواز محارب المشرافي من خطف المركز الأول. الشوط كان شوط أفراس، والحمد لله ربنا يعني أكرمنا في في في, في الفرس جهوزية الشوط، والأجواء اليوم أجواء فروسية بحتة، فالحمد لله كان توصياتنا يعني انه الخيال يحاول قد ما يقدر انه هو يجاري اكثر من فرس مشاركه في الشوط، وفرس الاسطبل الابيض والاسطبل الاحمر، فكانت من الافراس المرشحه يعني في الشوط، وكان الحمد لله يعني توجيهات انه ما يستعجل ويفضل ينتظر في الخلف، رغم انه عكست معانا، كان الخيال يحاول انه يمسك الفرس وهي طلعت من السرد وراحت ان هي تبي تروح قدام الخيل، والخيال ابدع انه هو قدر يمسكها مره ثانيه وانتظر للاخر، ولين جاء عند ال 400 متر الاخيره وبدا يحرك فيها، والحمد لله وربنا اكرمنا وكسبنا في الفينش الاخير. بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل الذي خصص لافراس مفتوح الدرجات عمر سنتين وعلى مسافه 1400 متر لصالح الفرس كوامل لابناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. اما الشوط الثالث فقد استطاع سانوج لطارق محمد عنايه من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط البالغ مسافته 1600 متر لمفتوح عمر السنتين. حصان كان معروف انه حصان بطل من الطائف، بس حصلت وعكه صحيه، كان في اسم مدرب ثاني وانتقل لصب الدكتور عنايه، والحمد لله الحصان هذا ان شاء الله ناهل لكاس المؤسس باذن الله. الان هو انضم لصب الدكتور عنايه وانا جديد عليهم الحين وفي اطار التنفيذ، عند دكتور عنايه في عنده نوعيات كواليتي وعندها مستوى عالي إن شاء الله، بس الوقت إن شاء الله يساعدنا عشان نبينها للجمهور إن شاء الله. أما الشوط الرابع والمخصص لمفتوح الأربع سنوات فأكثر من الجياد والأفراس المنتجة، استطاع الجواد مملوك لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز من خطف اللقب اللي كان على مسافة 1600 متر، وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس مخصص لمفتوح إنتاج الثلاث سنوات وعلى مسافة 2400 متر لصالح الحصان ولد البلد لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وذهب لقب الشوط السادس والمخصص للخيل التي لم تربح من الإنتاج عمر 3 سنوات لصالح الجواد أسباب العائدة ملكيته لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. والله بسم الله عليه حسين ما شاء الله تبارك الله، طالب في جامعته بسم الله متفوق، عند أهله ما شاء الله تبارك الله بار، وفي الخيل بسم الله عليه بالرحمن الرحيم. قبل عام أخذ أفضل جوكي متمرن، السنة اللي مضت أيضا أخذ جائزة كأس الملك الخيال المتمرنين، وكل يوم هو في زود بإذن الله. هالحين توه جاي ثاني صورة مع حصان الملك أبناء الملك عبد الله، الحمد لله يعني شيء جميل جدا، وعسى الله يوفقه ويوفق أخوانه الخيالة. ليلة ليلة وفاء، ونذكر فيها من فات ونقول رحمة الله عليه، ونسأل الله دوام التقدم والتوفيق لفروسيتنا ولبلدنا بشكل عام. توقعنا أنه حيكون السباق بين الشملي وبين النجم الفائز، الشملي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والنجم الفائز اللي أبناء الملك عبد الله. طبعا إذا تغيرت السماء ممطرت أي واحد ممكن يفوز من كل الخيل الموجودة، لأن تغير وضعية السيدة. وجاءت منافسة الشوط السابع للمستورد مفتوح 3 سنوات فأكثر الذي انتزعوا اللقب الحصان كابي كران لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، وتدريبات سلمان المنديل، واستطاع انتظروه لحسام حمد السلمان من السيطرة على مجريات الشوط الثامن وخطف لقبه اللي كان على مسافة 1600 متر لخيل الإنتاج. أما الشوط التاسع فقد تنافست فيه الخيول المنتجة محليا عمر 3 سنوات على مسافة 1400 متر، وقد استطاع الحصان أبو مطلق لأبناء محمد بن عايش الطيار من تحقيق اللقب. أما الشوط العاشر والأخير وبحضور أمير الرياض وعدد من أصحاب السمو الأمراء، تنافست الجياد والأفراس من إنتاج عمر 4 سنوات فأكثر مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر على كأس الوفاء، كأس سمو الأمير الراحل محمد بن سعود الكبير رحمه الله، والذي استطاع تحقيق الفوز فيه هو الجواد الأهيب لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز وإشراف الشيخ سعد بن مشرف وتدريب سامي الحرابي مع الخيال البطل عبد الله العوفي. الحمد لله هذا فضل من الله، يعني هذا فوز متوقع. احنا توقعنا منافسه شرسه من الاسطبل الابيض، وفعلا والاسطبل الابيض الاسطبل الكبير وكل اللي شاركوا اليوم نجوم، ولكن برضه الاحمر كوكبه من نجوم، والحمد لله الله وفقنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا. انا اقول ان كافله هي المنافسه رقم واحد، وهي كانت يعني هي اللي كانت مهيئه الفوز من فرس، هذه فرس حديديه فولاذيه، يعني فرس تشارك 12 مره وتخسر مره واحده اول مره، اعتقد ان هذه فرس قل ما يجد الميدان بمثيل لها. الكاس هذا عزيز علي، والحمد لله السنه الماضيه اخذته واللي قبلها واللي قبلها، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم دعم سمو سيد الامير فيصل بن خالد، وايضا دعم اخوي العزيز المشرف الاداري سعد بن مشرف، ايضا لا انسى وقفته معي، واهدي الكاس لسمو سيد الامير فيصل بن خالد والجمهور الاحمر، واهديه لكم انتم كقناه الخليجيه اللي دائما واقفين معنا ومشرفينا في هالفروسيه وداعمين لنا اسبوعيا. قدمنا لعبد الله العوفي انه يستفيد من السبق وانه يكون منتظر ويجي على في اخر 400 متر، بحيث انه يستفيد من العناصر اللي ماشيه قدام، منها خيلنا وايضا ومنها خيل الاسطبل الابيض، والحمد لله مشى على التوجيهات وركض ما قصر. ايضا ما انسى حصاني الثاني اللي هو مدين، ركض مركض جدا ممتاز، وكانت له بصمه اليوم بس ما الله اراد تقفل عليها الطريق، والحمد لله اخوه ما قصر.